حابب ان انا اشكر العائلة الكبيرة، عائلتنا، العيلة بتاعتنا، جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اللي له دور كبير جدا جدا في كل هذه النجاحات. الفرحة اللي احنا بنفرحها عشانكم وبيكم. الفرحة اللي احنا بنشوفها بنبقى عايزين نوصل لهذه الفرحة علشان نفرح جمهور النادي الأهلي والشباب الصغير والشيوخ الكبار والسيدات الفضليات اللي بيحبوا هذا النادي الكبير والعريق. لما تيجي تتكلم مع أي حد من لاعيبة النادي الأهلي في كل الألعاب، كرة من أول كرة القدم لغاية كل الألعاب، هتلاقيه يقول لك جمهور النادي الأهلي. هتلاقيه يقول لك أنا بعمل أي حاجة عشان خاطر 80 90 مليون أهلاوي. هتقول لي أنت كل شوية هتزود لي، مش كانوا 70 75؟ آه، ما هو إحنا مصر زادت بقت 110 ولا 120 تقريباً. فال 120 أكيد ال 20 اللي جم زيادة منهم على الأقل، مش هقول يعني على الأقل 10 ولا 15 أهلاوي، 10 ولا 15 مليون يعني أهلاوي. فبالتالي العدد بيزيد، الأهلاوية بيزيدوا وسط هذه النجاحات. الطفل الصغير لما يبقى طالع يعني ما هو هيشوف ايه؟ هيشوف النادي الأهلي بيكسب بطولات فهيشجع النادي الأهلي. عشان كده شكرا لجمهور النادي الأهلي، بشكركم جدا جدا جدا، أولا على الكلام اللي حضراتكم بتقولوه على قناتكم خلال هذه الفترة، بشكركم جدا جدا والله بجد. بمنتهى السعادة وبمنتهى الفخر بكونوا ولو جزء بسيط، مش أنا مش بتكلم على نفسي، أنا بتكلم على مجموعة عمل كبيرة جدا 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 جدا، أكتر من 600 موظف موجودين كلهم بيسعوا لهدف واحد فقط، وهو ان احنا نبسط جمهور النادي الاهلي. نبسط جمهور النادي الاهلي ازاي؟ كل شويه الاقي حد جاي لي يقول لي هنعمل كذا، بنخلي كذا، من اول الاستاذ ايهاب الخطيب، الاستاذ باسم عزمي، مجموعه العمل، المهندس احمد، كل الناس اللي موجوده الحقيقه في القناه كلهم لهم دور كبير جدا جدا في كل شيء. كل شيء، مجموعه العمل اللي موجوده، الناس اللي واقفه ورا الكاميرات اللي لا تكل ولا تمل عن دورها اللي بتعمله دايما في كل شيء. فأنا سعيد جدا جدا بسعادة جمهور النادي الأهلي، ومبسوط جدا جدا بانبساط جمهور النادي الأهلي. وكل اللي عليا ان انا اعمله، مش انا ما بقول انا، يبقى مجموعة العمل كلها، كل اللي علينا ان احنا نعمله هو حاجة واحدة فقط، على قد ما نقدر نحاول نسعد حضراتكم، ونحاول ان نقدم ما يليق بالنادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وبجمهوره. ولو عملنا حاجة ولقينا عليها بعض الانتقادات بنشيلها، بنشيلها ما تفرقش معانا، حتى لو بتجيب ايه. احنا عارفين مسؤولياتنا كويس جدا، وعارفين احنا بنمثل مين. بنمثل النادي الاهلي، اعظم نادي في الكون واعظم جمهور في الكون. زعلانين من حاجه نشيلها لبعده. عايز بس حضراتكم واحنا بنتكلم في هذه الامور، وانا اسف ان انا بدخل حضراتكم، ولكن الحقيقه الفرحه حلوه، السعاده حلوه، ان انت تبقى مبسوط تبقى احسن حاجه في الدنيا. فما فيش مانع ان احنا نتصارح مع بعض، ان احنا المنافسه ازاي كانت من سنتين ثلاثه ودلوقتي بقت عامله ازاي. المنافسه من سنتين ثلاثه في العاب الصالات كانت صعبه جدا، في كل العاب الصالات. شوفوا دلوقتي الفرق، لان عندك مجلس اداره عايز ينجح وعايز ما يعملش حاجة غير ان هو يبسط جمهور النادي الأهلي مهما كانت التكلفة ومهما كانت الاقتصاديات اللي بيخشوا فيها كمجلس إدارة علشان يقدروا يدفعوا لمجموعة اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم دول، ان هم مكافآت وعقود وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. ولكن في النهاية شيء واحد فقط، ازاي اقدر اخد البطولة عشان اقدر اكسب هذه البطوله واسعد حضراتكم جمهور النادي الاهلي. والله هذه هي الفكره اللي بيشتغل عليها مجلس اداره النادي الاهلي كاملا دايما، كلهم الحقيقه، من اكبر واحد فيهم لاصغر واحد فيهم. الهدف هو اسعاد و تخليك كده كاهلاوي فخور بناديك وباللي بيحصل في ناديك، ودايما البطولات هي اللي بتخليك مبسوط وسعيد. عشان كده بقول لحضراتكم النهارده طول النهار الحمد لله الامور كلها حلوه،
كسبنا في كرة اليد سيدات وتأهلنا، كسبنا في كرة السلة رجال وفزنا ببطولة السوبر لكرة السلة رجال. وكل هذه الأحداث كانت مذاعة على قناتكم، على قناة النادي الأهلي. وأيضا منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد رجال، وقدرنا ان احنا نفوز ونصعد الى الدور اللي بعد كده، وبالتالي كل حاجة موجودة مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه المساندة، شكرا للمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف اللي بالحقيقة وشركة ورئيس مجلس إدارة شركة استادات اللي بيبقى له دور كبير جدا جدا في نقل كل هذه الأحداث على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي.